وش رايك؟ ليه؟ واسمك؟ عبد الهادي. عبد الهادي ايش حال في عمرك؟ سبعة. سبعة. صح عبد الهادي، وش باش نحتفلوا في اخر احد من شهر ماي؟ زعما اليوم وشنو؟ وشنو العيد تاع نهار اليوم؟ عيد المرأة. ماشي عيد المرأة، لا لا زيد خمم شوية. عيد الأم. جيد، عيد الأم. شريت كادو لماما؟ ايه شريت لها. شريت لها؟ وردة. وردة، شكون عطاك دراهم؟ تاوي. انت طميتهم ولا عطاهم لك بابا في العيد ولا؟ طميتهم في العيد صغير. طميتهم في العيد صغير. قول لي، واش تقول لماما بمناسبة عيد الأم؟ قول لها حاجة هنايا. ماما نحبك بزاف. شريتي كادو لماما ولا ما شريتي لهاش؟ شريت لها. واش شريتي لها؟ حلوة. يا حلوة. ريحة. شريتي لها الريحة. نحبك ماما. اوك، شو مديت كادو لماما؟ ديت لها الورد. لا وردة؟ ايه. واش قالت لك؟ قالت لي ميرسي، سي جونتي. كاش حاجة صرات لك مع ماماك ومازال متفكرها ولا حاجة أثرت فيك من عند ماماك؟ ملي كنت صغير وهي معايا، شغل كانت تعاوني باش نوصل، شغل باش نقرا وكانت تجاني. مازالها؟ ايه، حتى انا نكبر ان شاء الله. كي تمرض واش دير ماما؟ كي تمرض نتايا؟ كي نمرض تداويني وتكون معايا لازم. وشنو هي الكلمة اللي تقولها ماماك بزاف في الدار؟ روح تقرا. روح تقرا. روح تقرا، قول غير روح تقرا كيف تجيبها لك. واش تقولها بمناسبة هذا؟ واش تقولها كلمة بهذا المناسبة؟ قولها صحيتي كي كنتي معايا، شجعتيني دايما، وميرسي بوكو. كنت ما شريتي كادو لماماك؟ وي بيان سور. شريتي لها؟ شريت لها ريحة أن صابون. شريتي لها ريحة وصابونة؟ واش قالت لك؟ ميرسي وربي يخليك ليا. هكا ديتيهم له ولا مازال؟ عطيتهم لها صباح. حلبت على جالي، قراتني، دات لي بزاف صوالح يعني ما نقدرش ننساهم. عيد ام سعيد وكل عام وانت بخير وربي يخليك ليا. بمن نحتفلوا في اخر احد من شهر ماي؟ عيد الام. ديت لها ورده وبارفان. خطرة كنت قاعده نبكي، كانت شغل صحاباتي كامل هكذايا، شغل كنا في برا، كنت صغيرة هذه شوية. أيا قاعدة تقول لي ومن بعد نشري لي، ما كانش عندها. أيا غير لحقنا للدار، جبدت قامش كانت مخبية درهم وحشات لي عكسها. ما خير ما نقولوا ماماك دارت البوسيب غير باش تفرحك أنت. إيه. واش تقولي لها؟ قول لك ماما عيد أم سعيد، نحبك، أنت هي اللي عندي في الدنيا. كاش ما شريتي لها؟ فور لو مومون مازال بصح نخمم شيلها. شي لها دي فلور ولا بارفان ولا نقول لك ماما نحبك، نموت عليك، ربي يخليك ليا ان شاء الله، وسمحي لي اذا غلطت معك كاش عفسه ولا. وهذه هي. شريتي كادو لماما ولا ما شريتي؟ نسيت. علاه؟ نسيت. ما عرفتش تشري لها ولا لا؟ عرفت. ولا ما شريتيش اليوم؟ نسيتي؟ نسيت. كيفاش نديرو دوكا؟ نحشي من وصل دارنا نوجد لها كادو. ما فكرتك انا اليوم. اه. هي مليحه كيف فكرتك كاع لاباس، واش راكي معوله تشري لها؟ على باليش ورده ولا بارفان ولا ريحه. ورده وريحه. ورده وريحه. صح. قولي لي من عجبي دراهم؟ ها من جيبي دراهم؟ من جاوك دراهم باش تشري لها؟ انا لم دراهم. عندك جحيحه؟ اي عندي. مخبيه في الخزانه. شحال راهم فيها هكذا؟ والله ما على بالي. تبدي الجمل جحيحه تشري لها اليوم كادو؟ اه. هيا خلاص. كاش ما صرا لك موقف مؤثر مع ماماك مازالك متفكراته؟ زعما حاجه درتها ماماك على جا ماما دارت علينا حاجه بزاف. ماماك يا خدرت حاجات بزاف عليك. اعطيني كاش حاجه مازالك تفكريها دائما، حاجه دارتها لك ماماك ما كنتيش كاع تسناي فيها وبقيتي تفكري فيها. زعما كاش ما دارت لك حفله ولا كاش ما شريت لك حاجه. اه. صح. قولي لي. شريت لي تليفون. اه. وكيفاش شريته لك؟ مين طلعت بمعدل مليح من بعد شاتوني. ما كنتيش على بالك بلي حتشريتي بلي حتجيب لك تليفون؟ كيفاش حتى؟ كنت قاعده في الصالون بعد دخلت قالت لي غمضي عينيك عطاته لي. كيفاش درتي؟ فرحت. واش من التليفون جابته لك؟ اوبو. فرحتي بزاف؟ اه. واش تقول لها بمناسبه عيد الام؟ نقول لها صحيتي ماما خطاكي معايا ونشكرك وربي يحفظك.
باش نحتفلوا باخر احد من شهر ماي. شهر ماي عيد الام. عيد الام يحتفلوا به. يا ما عزيز الله يرحمك. انا شوف واش نقولها، نقولها برك ان شاء الله تكوني في جنة فردوس، باسكو الام هذه غاليه بزاف. انا امي غاليه بزاف، نقدر نقول لك غاليه على الامهات، باسكو دارت كاع المستحيل علينا، خدمه دارت طبيه كما يقولوا القدام واللور باش نخرجوا رجال باش نكبروا باش كذا. اليوم الحق الحق ثاني لحقنا كي كبرنا وخدمنا ودرنا دراهم، تمنينا باش نديروا لها عمره حجه نطوفوا بها هنا في الجزائر، نديروا على دارنا ونضروا بها. ما كتبش رب العالمين خلاتنا في وقت وين ما قدرنا نديروا والو، كنا صغار شويه. دونك الامهات كامل وين كانوا الامهات، قول لهم صحه عيدكم ان شاء الله، تعيشوا في حضان ولادكم كما هما عاشوا في حضانكم، وربي يطول في عمركم. جميع اللي عنده يمه هنا نقول له ديرها تاج فوق راسك، يعني ما الام ما تبدلش، وما كانش حاجه اللي تقارنها بها، مرتك ولادك دراهمك الشطوه تاوعك المال لوروب ما حاجه ما تبدل. يعني ما كانش الام اللي يقدر يمثلها ولا يكون في بلاصها. انا راني عندي دراري الام تاعهم توفات، مي ما قدرتش نرم بلاصي يما، مستحيل. الام حاجه والدنيا هذه حاجه، وربي سبحانه كي قال لك امك وتم امك وتم امك باش نجو حنايا سي على بال واش كاين. قول لهم الله يرحمهم اللي ماتوا ما كملوش ميسيو مع اولادهم واللي عايشين، قول لهم تهلاو في امتكم صدقوني راهي حاجه جنه. انا نقولها جنه تحت اقدام الامهات، وصح جنه باسكو تقدر تعطيك من الروح تاعها، تقدر تموت هي وتحيا انت، تقدر تجوع هي وتشبع انت، تقدر تتغطى هي تتغطى انت وتتغطى انت، يعني تعرى هي وتتغطى انت. هذه اللي يقول دائما خافنا الجزائريين، سيرتو الجزائريين عندنا الكوبيد الكوبيد تاع الام وحدها، يعني لا فالور تاعها ما كاش كاع. لو كان نقدروها بكره ارضيه ما تساويش تدفر تاع ممكن تاع فلوس ولا تاع زوج ولا مع الام. هذه صح. حبيت نعرف اعطيني كاش موقف مؤثر صرا لك مع الام تاعك ومازالك متفكروا دائما وجامي راح تنسى باسكو بقى. باش نقول لك باسكو هذا هاد ما نقدرش نحكيو لك باسكو انا امي مات على جالي، انا يما توفات على جالي الله يرحمها. انا نهار ضربوني العيني وقال لها بلي طبيب وليدك عين وصيبه وما يزيدش، طاحت راحت يعني ما طولتش كامل ما طولتش. هذه اللي ما نقدرش ما كاينش واش تزيد لك فوق الام هكذايا، ضحات من اجلك انتيا، ضحات انا امي مات من اجلي انايا، والفاميليا كاع على بالها. نهار اللي ضربوني العيني نهار اللي توفات يما الله يرحمها، قالوا واش قلت لك انا واش ندير ما نقدرش. انا كون نعرف باللي نموت هي باش نموت انا باش مانيش عارف تكون في الجنه تكون نديرها بلا ما شاف حتى واحد. انا امي توفات من اجلي انا، تخيلوا. وعندي خوتي بصح من اجلي توفات، وعندي خوتي عندنا احنا في تسعه، انا من اجلي توفات العجوز يما ربي يرحمك الله يرحمك واسمها حليمه. الله يعطيك الجنه ان شاء الله، الله يعطيك الجنه. واش ندير دوكا صدقه واش ندير انايا ما نكفيهاش ما نكفيهاش وما نرد لها والو، مستحيل نرد لها. ديجا اني كل يوم نبكي عليها، كل يوم كل ما تفكر لاكسيون دي نبكي. صدقني كاينه هي وكاينه الزوجه تاعي. نهار اللي درت المراه قلت بالك ننسى شويه، زادت المراه توفات زدت التهرد كاع. ربي يرحمهم في زوج ان شاء الله، وتهلاو في ماتكم، تهلاو في البابات الثاني عنده دور. الام وحدها، الام وحدها، يعني نقدر نقول لك الام في كفه منا والاب في كفه منا، هذه هي. وربي يرحمهم ان شاء الله. قول كامل الامهات الجزائريين قول لهم هذه المناسبه، شوف هذه المناسبه هذه عيدكم مبارك، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يا رب العالمين، وانتم تاج فوق الراس. مهما كبروا تبقوا دائما تاج فوق الراس، مهما الدراري هاد الدراري راجلين سواء طالعه قول لهم دائما مواتكم مواتكم مواتكم، اتونسيون تتخلاو عليهم وبالك وتزيدوا هضره فوق واش تقول لي، باسكو راهي تسهر راهي تتعب راهي تطيب راهي تخدم راهي دير كلش. الام ام هي كلش. انا راني راجل وراني ندعم في المراه الجزائريه، الام الجزائريه ربي يحفظها ان شاء الله ويطولها في عمرها باش تشوف ولاد ولادها.